وبينضم إلينا على الهواء دكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية. صباح الخير وأهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذة شيراز، صباح الخير للسادة المشاهدين. صباح الخير. دلوقتي طبعا احنا كنا لسه بقول ان في دراسه حديثه بتقول ان السجائر الالكترونيه طبعا هي مضره لاي شخص بيستخدمها، وخاصه المراهقين لان هم لسه بيكونوا في مرحله النمو، فعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر. هي حقيقه السجائر التدخين عموما ضار، طبعا كلنا عارفين اضراره، انما لما الناس كلها عرفت اضرار التدخين او بقى حقيقه ملموسه ابتدى يبقى في تحايل من الشركات اللي بتروج للتدخين لإنتاج حاجة، لأن بقى الإقبال على التدخين خصوصا في الدول المتقدمة قل جدا، وبقى فيه امتناع من الناس كتير عن التدخين، فابتدوا يدوروا على مخرج أو طريقة جميلة وشكلها حلو زي ما شايف كده، واحنا بنتفرج كلنا على شكل السجاير وبتبقى ملفتة للنظر وشكلها شيك كده وتدي يعني فخامة، طريقة لإقناع الناس بالتدخين بطرق تانية علشان يروجوا لمنتجاتهم. فطبعا ابتكروا موضوع السجائر الإلكترونية دي، وأول ناس يعني ابتكروها كانت الصين الحقيقة وشركتها، وهي شركات غير يعني غير بعيدة عن الشبهات يعني الاكتشاف بتاعها. السجائر الإلكترونية سواء للمراهقين أو للكبار هي ضارة، وأنا سمعت كلمة إن هي تقول احتمال تكون ضارة، لا هي ضارة، مفيش احتمالات. بس هو ليه الناس فاكرة إنها عشان إلكترونية إن ما فيهاش نفس نسبة الأضرار اللي بتعملها السجائر العادية؟ ليه الناس أخذ الفكرة دي؟ هي فكرة السجائر الإلكترونية إن هي مش حرق التبغ أو حرق الدخان، لا هي تسخينه، وبيقولوا ان فيها المواد التبغ مش موجود في بعضها، ولان لقينا ان التبغ موجود، وبيقولوا ان نسبه النيكوتين قليله، لكن النيكوتين موجود، والنيكوتين ده ماده تدعو للادمان او تؤدي للادمان، والادمان بيبدا بالتدخين وينتهي بالمخدرات، والادمان احنا عارفين انه ادمان اي شيء، اي حاجه، شيء الاعتماد على شيء، بني ادم لازم يبقى مستقل، ما يعتمدش على حاجه، يعتمد على نفسه وعلى مخه وتفكيره. نعم. بالاضافه لان السجائر الالكترونيه مش بس فيها نسبه من النيكوتين اللي بيؤدي للادمان، لكن فيها مواد اخرى زي المواد اللي بتدي الطعم والفليفر والحاجات دي، والجليسرين اللي بيتم تسكينه، والابخره اللي دي بتؤدي لاضرار في الرئتين. وانا عايز اشير لحاجه مهمه جدا يا استاذه شيراز، انه السجاير العاديه اللي احنا عارفينها دي، التدخين ده قديم جدا من الاف السنين. لما اكتشفنا انه بيؤدي للسرطان، احنا طبعا كلنا بنشوف الافلام بتاعتنا الابيض واسود وبنشوف التدخين بيبقى ازاي عادي وما كانش فيه حاجه يعني تقلل او تخوف، لكن احنا اكتشفنا ان التدخين بيؤدي للسرطان السجاير العاديه في الستينيات، يعني تقريبا بعد مئات السنين من اكتشاف التدخين. فاحنا ليه ندخل حاجات مشبوهه وحاجات مواد غريبه جدا بتتحط عشان تطلع الدخان الرائحه دي وتطلع الابخره دي وتدي الشكل ده، وهي بتؤدي فعلا، ثبت انها ادت لناس توفت في امريكا مئات، مش هقول يعني عدد قليل، والاضرار البعيده المدى على الاستخدام البعيد هيظهر مع استخدام الطويل المدى، لان احنا بالعقل كده بنستخدم حاجات مضرة فعلا. يعني الفقرة اللي قبل مني كنت بتكلمي على التلوث في السيارة المقفولة بالزبط. او السيارات، فاحنا بنجيب حاجة يعني انا مضطر اركب سيارتي ومضطر اهويها ومضطر، فانا اجيب حاجة ادخلها في الرئتين مجهولة المصدر. انا اتحدى ان واحد بيدخن يبقى عارف ومتأكد من المواد اللي بيدخنها. كمان اطفالنا ومراهقينا بيتأثروا طبعا، لازم ما يدخنوش من البداية وما يجربوش تسكين، لانه لو جربوا هيبقى صعب الامتناع عنه. أكيد. هو دي البدايه، هي دي البدايه. بشكر حضرتك، رسالتنا لكل الناس واهالينا واسرنا واطفالنا ومراهقين. اكيد. بشكر حضرتك جدا دكتور محمود عبد المجيد، استشاري الامراض الصدريه، شكرا لحضرتك.